الامرار. قبل ما تشوف الفيديو ما تنساوش ابونوا معنا في لاشين وديروا جيم باش يوصلكم كل جديد من قناتكم جياويه بريس. انا واحد المراه فقيره، واحد المراه ما بحال تنشي، ما عاقله ما والداشي، وانا هاد الناس باغين يتكربصوا عليا وباغين يخرجوني، كي باغا نمشي باغا يخرجوني يعطوني التعويضات. انا ستيت السعديه وساكنه 31 في القصبه والدار 41 مكرر. دابا هاد الناس ما علموني ما حتى شي حاجه، مشاو داروا شغلهم بالراس، ما سمعت ما شفت ما ريثم. ملي جات جابوا لي الورقه، جاني محامي هو اللي جا عدي للباب، وبقى جاب معاه العون، والعون وقفوا برا وانا في الباب، وخدم كيقيد الحيط من الجدر الى الراس، من الجدر الى الراس، من الجدر الى الراس وما برا. جا قال لي ديك الكروسه ديال بنيه، قلت له راجلي راجل النهار اللي دخلت لهنا دخلنا من الكروسه ديالنا، وهاد الما حاسبناها حاجه غير زباله، وسكننا فيه راه 50 عام وانا ساكنه هنا، 50 عام وراجلي كاين معاه، راجلي بات 20 عام هذه باش مات ليا الراجل، وانا جالسه بوحدي عايشه بكروسه، وحباب الله كيعاونوني، وحباب الله مقابلين لي، جيراني مقابلين لي، الا مرض كيداويوني، يديوني للطبيب، يبا خلاو فين يديوني، انا هاد الناس باغيين يحرموني من هاد المحل، اش بغاو عدي، كون كانوا فيهم الرحمه، فيهم الشفاقه، ما يهدونيش معايا، يخلوني ساكنه، انا ما عرفت راسي شحال باقي لي في العمر، الا نعس كنقول راني فين صباحشي، وإلا صبحت كنقول ما نروحشي، هاد الناس اش بغاو عدي. كراسي كنخلص كرايه، كراسي خفوسي حطها في الصندوق، ما حد مشي منين يواليوني، وحطوا لي الدراشيه، جاوني من اللور دار الجعبه، كان فيها المسطين، وفيها معقولهم، وديور الحيط كلهم حفروهم، الحيوطه كلهم تحفروا من اللورا، انا من اللورا ما جايبه خبر، انا ساكنه في الدار، سنسد عليا الباب ندخل نسد عليا الباب، انا واحد المراه فقيره، واحد المراه ما بحال تيشي، ما عاقله ما والداشي، ما عندي ولاد، ما عندي رجال، ما عندي والو ولا شي حطه، حطه على الله سبحانه وتعالى هو اللي عاوني من عنده، وحباب الله كيعاونوني، حباب الله تمدي لي البال، هاد الناس باغيين يكرفسوني وداولوني الحاله اللي ما فيها ما يدار، كرفسوني وعصبوني، مرضوني، جا الباق الصغر قيد ومشى بحالاتو، غاتا جاني استدعى ما عرفتها شنو هي، تا قالوا لي نحضر في المحكمه، نهار اللي مشيت للمحكمه انا مشيت للمحكمه ما سمعت والو. ما سمعت الدعوة ديالي ما سمعتهاش، تندخل القاعة ما كنسمع والو دعوة، ما كنسمع سميتي عمري ما سمعت، تنجد قسم أنا كنمشي أمر زعما السمية ديالي ما سمعتها، جد عند الناس قلت لهم قلبوا لي السمية ديالي، قالوا لي راه ما كايناش في القصة، راه قلبوا لي كاع الدواساق وعلى سميتك راه ما كايناش، وأنا هاد الناس باغيين يتكربصوا عليا وباغيين يخرجوني، كيف باغا نمشي؟ باغا يخرجوني يعطوني التعويضات، يعوضوني في السكن، يعوضوني في السكن، القانون ديالي القانون ديالي عطيه، وعطيه الكرا مخلصة بالوافي، خلص عام ديال الخلاص باش ما يصيبو شي منين يواليوني، انا هاد الناس تعدوا عليا، هاد الناس تعدم في مالهم، عدم فلوسهم، وانا واحد المراه هزاله ما عندي لا ولد لا بنت، ما عندي لا بنت طيح على الله سبحانه وتعالى وحباب الله، اللي ما دايزنيش، اللي مكرفكرني، جيراني لا مرات كيديوني للطبيب، لا مرات كيباتوا معايا، وانا هاد الناس باغيين يكرفسوني الخلا، لا الله والمجد الله ما عرفت فين غادي ندير، دير ديال الله سبحانه وتعالى، هاد الناس كرفسوا عليا وعدوا تعدوا عليا، اش بغاو عندي كل كيبقى من الرحمه وفقد من الشفاقه يخلوني جالسه هذا المحل حتى نهار اللي نموت يدخل لدارهم، انا ماشي غديها معايا، راه غادي نبقى في بلاصتها، هاد الناس اش بغاو عندي؟ اش بغاو عندي يا حباب الله؟ اش بغاو عندي يا عباد الله؟ اش بغاو عندي يا عباد الله؟ الناس كرفسوا عليا، راه تبحنوني عذبوني، رانا مريضه وزادوا مرضوني، كي غندير في غادي نمشي؟ غنعطي راسي؟ بعد ولادي غنخون؟ خلوني خرجوا حتى تشرضوني في الزنقه، ماشي حرام عليهم، ماشي حرام علي من جهه الله، كل ما شافوا الوجه يشوفوا غير وجه الله، يديوا اجار، يديوا فيها اجار مفيعه مع ربي، كاين اللي ما فيها ثمن راه الله سبحانه وتعالى اللي غينفعهم، هاد الناس بغاو يخرجوني بغاو يصرحوني، كيف غنمشي؟ عاد فين غندخل؟ فين غادي نمشي؟ عطيوني التعويضات ديالي، عطيوني فين سكون؟ عطيني السكون، كل واحد غير فيه الرحمه، غادي يبني لي واحد البيت، وغايبني لي بيت وكوزينه، ويقول لي الوالده سكن في هذا المحل، حتى نهار اللي نموت يدخل محاله، انا ماشي غندير له معايا، ودابا هذا السيد داو عليا، كرفسوا عليا، كرفسوا عليا فوق حرم الثلاث، داو المحكمه ولاحوني، ما عندي فين غنمشي، انا ما خرجتش من هنا واخا يقتلوني. بغاو يقتلوني اللي بغاو يذبحوني بغاو يقتلوني بغاو يشردوني بغاو يديروا اللي داري انا ما حالي ما خرجتش منه غير القانون تاعي خرج يقولوا لي قانون نخرج منه طوني قانون انا خارجه ما طونيش يقتلوني يطيحوا لي الريب يطيحوا لي الحيوطه ويريبوني ولا يديروا لي خرجه ويلحوني بالزبل ما عندي ما بقى غير في الدنيا الا خرجوني الزقه ما غنمشي عاد فين غنعطي فين غنعطي راسي فين غنعطي راسي لا ولد لا ولد
غنكري ليا لا راجل غنكري ليا لا راجل خلي لي تقاعد غنسكن بها غنمشي نكري بها انا باش غنكري انا راه فقيره ما عندي ما نمشي التواصل ديالي كنت كنقلص الكرام ملي جيت عندي في الدار جاو خاوناهم ليا من الدار رانا عاد مشيت ثاني عاود جريت وجاريت وعاد خرجت الوراق ديال الكرا دابا انا عندي الوراق ديال الكرا باش كنخلص كرايه دابا هاد الناس راه محطين عليا كيما حطوا على واحد المراه راه كانت حدايا شرات الدار مسكينه باعت ثلاثه القطارات ديال البلاد وملي جات شرات الدويره وشراتها استقرت فيها وملي جاو مشاو دعوها وملي دعوها الله اعلم بها دعات شي المراه مشات دعوها ملي دعوها جا الافراغ ملي جات جاوها الافراغ المراه سكت لها القلب وماتت دابا هذا الشيء شاريين به العداله هذا الشيء اللي كيديروا هاد الناس راه حرام عليه من جهه الله دابا ملي غثبتها لنا ومن الاخرى ماتت وهما اللي عندو ولادها خرجوهم لاحوهم حتى هما يا جاو ليا انا في باغا نمشي في غنعطي راسي ما عندي في غنعطي الراس هاد الناس معدين عليا ما عندي كغادي ندير لهم اش غادي ندير في غادي نمشي في غنعطي راسي وهاد الناس حاطين عليا ما عرفت ما علاش ما عرفت لا من بعيدين ولا قريبين اش بغاو عدي اش بغاو عدي ما عديت لما جبت لم سرقوا لي التواصل ديال الكرا تسرقوا لي التواصل ديال الكرا تخاونوا ليا من الدار وملي جيت قلبت في الدار اه الله اعلم ما عرفت شكون اللي عالم شكون اللي دخل شكون اللي عالم انا كنكون سد بيتي ما كنسدوش الحق انا غير بوحدي ما كنسد بيتي كنخرج كنسد باب الدار ونخرج كنكون صلي كنصلي والله الله سبحانه كنمشي للجامع نصلي كنخلي باب البيت ديالي محلول وملي جات ملي جيت من تما قلبت على التواصل ما لقيت نمشي وملي جا هذا التواصل ملي سيت تما راه مشيت للطبيب عندي المرض ديال القلب راه مشيت للطبيب ديال القلب وملي جيت قلبت على اخر رانا عندي الدوسي ديالي ديال القلب باش كندوز رانا مدوزان الطبيب ديال القلب رانا شحال وانا كندوز عليه دابا انا باقا كنشرف الدواء ديالو هاد الناس اش بغاو عدي ملي جيت من المسجد من السبيطار مشيت جريت التواصل دورت على التواصل ما لقيت ما لقيت لا توصل لا والو بقيت نغوت تعيد ما صيفت على منها ونحط راسي ما نحط راسي مشيت ندير المحكمه مشيت جبت صابت وراقي تاع مواد مشيت لعند الراجل اللي كندفع له التسلوس مشى جاب لي الوريقه ديالي وجبتهم هذاك الشيء اللي مخلص الكرايه راه كنخلص العام كامل كنخلص قبل العام والعام كامل كندي انا مخلصه دابا هاد الناس راه باقي غنخلص من دابا حتى لشهر خمسه عاد نخلص والدار ديالي راه مقد ليا بالحجار راه مسل ليا بالحجار كنت تشوف الحجار اللي بانيه بها راه مبقى على سور الطاعه سدر الدوام ما يطيحش هذيك السر على سور الدوام راه ما يطيحش راه مبني بالحجار بحال اللي مبني بعتباش